تعرفوا على أدرية ابنة الفنان ياسر جلال الشابة وما مدى الشبه بينهما. يحرص بعض الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي على كشف هويات أبناء الفنانين، وفي هذا السياق تناقل عدد من هذه الحسابات في تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام فيديو ظهر فيه الفنان المصري ياسر جلال برفقة ابنته، وتبين أن الأخيرة أصبحت شابة جميلة وإنها تحمل اسم أدرية، وبدأ أن هذا تم خلال لقاء تلفزيوني أجري معه قبل أشهر. ولفت الفنان إلى أنها دلوعة والدها، وعن اسمها قالت الإبنة إنه اسم جدة والدها. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة جمعت الفنان المصري ياسر جلال مع ابنه والذي يدعى جلال. الفنان المصري ظهر في الصورة مع ابنه، وذلك أثناء تواجدهما معا في مدينة شرم الشيخ، حيث سافر إلى هناك من أجل الاستجمام سويا. جمهور ياسر جلال عبروا عن إعجابهم الشديد بأدرية ابنة الفنان ياسر جلال، وكذلك عبروا عن إعجابهم بصورة الابن مع والده، إلا أنهم لاحظوا عدم وجود أي تشابه بين الفنان المصري وابنته وابنه. يذكر أن ياسر جلال متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى هبة عبد المنعم منذ حوالي 10 سنوات، وأنجب منها ابنته أدرية وابنه جلال. ويشار إلى أن ياسر جلال تصدر قائمة الترند على تويتر بموسمين أو هاشتاجين، أحدهما ظل راجل والآخر ياسر جلال. وأتى هذا بعدما لقت أولى حلقات المسلسل نجاحا كبيرا في أوساط الجمهور. ويذكر أن العمل يجمع إلى جلال عددا كبيرا من النجوم، من بينهم نرمين الفقي ونور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورانا ريس ومحمد يسري وأنعام سلوسة ومحمد عادل وعصام السجة وأحمد منير، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.